قبل ما تغادر المنصه، الكلام اللي انت قلته كلام مهم قوي. احنا بنتكلم على يعني صناعه بدات من اكتر من 150 200 سنه في مصر، مش كده؟ ايوه. وبعدين في الاربعينات كانت حققت تقدم كبير قوي ونجاح كبير قوي في مصر، ثم خلال السنين اللي فاتت يعني تعرضت لمشكله. ايوه فندم. وانا هنا بسجل بس في مصر يعني للمصريين. المشكلة في اللي بيحصل أو اللي ممكن يحصل لأي صناعة أو أي منشآت نعملها، مش إن هي تبقى جديدة وشكلها كويس دلوقتي، لا لا، المهم الإدارة بتاعتها. تمام. الإدارة بتاعتها، إدارة المصانع دي بشكل جاد ومنضبط جدا، مفيش هزار طبعا ومفيش دلع. انا بقول الكلام ده عشان بس احنا فرحانين قوي، احنا بنفتتح الحاجه دلوقتي شكلها جديد وزي الفل، انما القضيه كلها اللي بتقابل اي صناعه واي مصانع هو الاداره الجيده والتواصل مع العماله اللي موجوده فيها. التواصل الهدف منه ان هو يبقى جزء من النجاح. صحيح. عمره ما هيبقى جزء من النجاح لو ما كانش في تواصل مستمر مع القائمين على العمل في المصانع ديت، عشان يبقى عارف هو دوره ايه، ولو دوره ده ما تحققش المنشآت دي مش هتنفع. صحيح. هتفشل. وده اللي حصل خلال السنين اللي فاتت في بلادنا. الإدارة بتاعت المنشآت اللي كانت عندها فرص بالتاريخ اللي كان بتمتلكه، بالشهرة اللي كانت بتتمتع بيها، وحتى بالخبرات اللي كانت متواجدة، فإيه اللي خلاها تراجعت؟ احنا بنتوقف قدام الكلام ده وبنقوله، والناس دلوقتي في مصر كلها بتسمعنا، عشان تعرفوا ان النجاح والاستمرار النجاح امر مش سهل، بيحتاج جهد وبيحتاج وقت وبيحتاج التزام. مفيش النهاردة العمالة بتاعت المصنع عايزة 100 ما يبقوش 101، وتتابع اللياقة البدنية بتاعت العمالة ديت ووزنها وتأهيلها وتدريبها، وبيحقق المستهدفات على مستوى كل عامل ولا لا، ثم على مستوى كل قطاع جوه المصنع. الكلام ده اللي قلته له مصطفى في التليفون. صحيح. مش كده؟ ايوه. لكن انا بقوله دلوقتي عشان الناس تعرف. عايزين تنجحوا، انا كنت بخش مصانع القطاع الخاص الاقي العمال اللي موجود هناك ملهاش دعوه بيا، ما تبصليش خالص، كل واحد بيبص على شغله بس، عشان هو هيتسأل عليه وهيتحاسب. فده معناه ان